الجوية. موبيليس أينما كنتم. متابعي مشاهدي قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم إلى توقعات أحوال طقس نهار ثلاثة إن شاء الله مع صباح. بداية مشاهدينا فيما يخص وضعية اليوم، بحول الله راح نسجلوا أمطار. هذه الأمطار مشاهدينا راح تكون غزيرة نوعا ما بالنسبة للشريط الساحلي. باقي ولاية الوطن الأجواء راح تكون صافية ومستقرة التحاقا بالمدن الجنوبية وأقصى الصحراء. راح نشوفوا حال الطقس مع صباح إن شاء الله. معرفتش ان شاء الله مشاهدينا كما قلنا راح نسجلوا امطار، يعني مشاهدينا راح تكون نوعا ما بكميات يعني عاليه بالنسبه للمدن الشريط الساحلي، في بعض الاحيان راح تلتحق كذلك بالمدن الداخليه الغربيه. باقي ولايه الوطن الاجواء راح تكون صافيه ومستقره، كذلك راح نسجلوا اجواء صافيه ومستقره ومشمسه كذلك بالنسبه للمدن الجنوبيه واقصى الصحراء. للملاحة والصيد البحري، بحول الله البحر راح يكون هائج، سرعه الرياح فيه راح تكون ما بين 20 تلحق 30 كيلومتر في الساعة على طول الشريط الساحلي. نشوف درجات الحرارة خلال الصبيحة. خلال الصبيحة بحول الله 7 درجات مشاهدينا كانوا كدرجة صغيرة بولاية البيض، فيما يخص درجات الكبار كامل سجلنا درجة واحدة ب 22 درجة بولاية تمرست، 16 درجة كانت بولاية غردية، 12 درجة ببشار، 9 بولاية المسان، 15 بالجزائر العاصمة، و 11 درجة كانت بولاية المدية. هادو مشاهدينا كانوا درجات الحرارة خلال الصبيحة بحول الله. نجوز نشوف توقعات مع العشية إن شاء الله. للأمسية بحول الله نبقاو نسجلوا أجواء غائمة، كذلك نبقاو نسجلوا معها نفس الأمطار الغزيرة اللي شهدناها خلال الصبيحة، لكن هاد المرة مشاهدينا هاد الأمطار راح تمتد كذلك للمدن الداخلية، تلحق في بعض الأحيان مناطق الجهة الجنوبية الغربية كذلك الجهة الجنوبية الشرقية. باقي ولاية الوطن الأجواء راح تكون صافية ومشمسة التحاقا بالمدن الجنوبية وأقصى أصحى. للملاحة والصيد البحري بحول الله البحر راح يكون هائج، سرعة رياح فيه راح تكون ما بين 20 تلحق 35 كيلومتر في الساعة على طول الشريط الساحلي. نجوز نشوفوا مشاهدينا درجات الحرارة مع العشية إن شاء الله. خلال الأمسية بحول الله كدرجة صغيرة كامل راح تكون بولاية المدية ب 13 درجة، فيما يخص الدرجة الكبيرة كامل مشاهدينا راح تكون بني صلاح كذلك ولاية إليزي ب 33 درجة، 25 درجة مشاهدينا كانت بولاية غردية، 20 كانت بالجلفة، 17 كانت بالجزائر العاصمة، و 19 درجة مشاهدينا سجلناها بولاية بجاية. هذو مشاهدينا كانوا درجات الحرارة مع العشية إن شاء الله. نجوز نشوفوا توقعات الطقس اليومين الجايين. فيما يخص يوم الأربعاء بحول الله نبقاو نسجلوا نفس الاضطراب الجوي اللي سجلناه بالنسبة ليوم الثلاثاء بحول الله، يعني أجواء غائمة مفوقة كذلك بأمطار. هذه الأمطار مشاهدينا راهي نوعا ما تكون غزيرة، تلتحق هذه الأمطار بالنسبة للمدن الساحلية بالمدن الداخلية، توصل كذلك المناطق الجهة الجنوبية الغربية أو الشرقية. باقي ولاية الوطن الأجواء راهي صافية ومستقرة مع تسجيل بعض السحب العابرة. هذه السحب مشاهدينا راح تكون بدون فاعلية بالأخص بالنسبة للجهة الجنوبية الغربية، تلتحق كذلك بالمدن الجنوبية وأقصى الصحراء. درجة الحرارة بحول الله 7 درجات كانوا كدرجات صغار مشاهدينا بكل من ولاية البيض كذلك المدية، فيما يخص درجة كبيرة كامل راح تكون ب 33 درجة بولاية أدرار. للملاحة والصيد البحري بحول الله البحر هائج، سرعة الرياح فيه ما بين 25 و30 كيلومتر في الساعة على طول الشريط الساحلي. هذا فيما يخص يوم الأربعاء بحول الله. بالنسبة ليوم الخميس إن شاء الله نبقى نسجلوا اضطراب جوي نوعا ما، راح يكون هذا الاضطراب الجوي كثيف نوعا ما بالأخص بالنسبة للمدن الشمالية، أمطار غزيرة مشاهدينا راح تتعدى كميتها 50 مليمتر محليا. باقي ولاية الوطن أجواء صافية ومستقرة مع تسجيل بعض السحب العابرة اللي راح تكون بدون فعالية بالنسبة مناطق الصحراوية كذلك أقصى الصحراء. درجات الحرارة بحول الله 6 درجات كانوا كدرجات صغار بكل من ولاية المدية كذلك البيض، فيما يخص درجات الكبار مشاهدينا راح تكون ب 36 درجة بولاية إليزي. وضعية البحر بحول الله البحر وهادئ على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح تلحق ما بين 10 و15 كيلومتر في الساعة. هذه المشاهدين كانوا توقعات الطقس اليومين الجايين بحول الله. فيما يخص معلوماتنا الفلكية اليوم الثلاثاء بحول الله الشروق راح يكون على 6:07، أما الغروب راح يكون على 7:27. لمزيد من المعلومات زورنا عبر موقعنا على الفيسبوك الحياة تشانل أو عبر الويب. بعد مشاهدينا لحقنا الختام مشاهدنا الجوية عنها اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. سهرة ممتعة مع بقية برامج الحياة الجزائرية، بقوا على خير.
وبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. وبيليس أينما كنتم.